لم تترك ميليشيا الحوثي وصالح في معبر الدحي والمناطق المحيطة به شيئاً إلا وأفسدته، فكم من قلوب موجوعة وكم من ديار مهدمة ستظل شواهدها تروي بأن تلك الميليشيا مرت من هنا. أشهر عصيبة جدا عاشتها مدينة تعز في مرحلة الحصار الأخير. جف الماء فساد الظمأ، وتفشى الجوع ونفذ الغذاء. علل وأسقام تفشت حين غاب الدواء. وضع صعب للغاية لم تشهده المدينة على مر التاريخ. بدأنا نلحظ ارتفاع في الأسعار وسط مدينة تعز إلى درجة لم نعدها من قبل. ارتفعت كثير من المواد الغذائية والأساسية كالغذاء، كالمواد الطاهي، كالمواد البترولية، كثير من المواد الأساسية ارتفعت أسعارها بشكل جنوني. أغلقت كثير من المطاعم، كثير من المخابز، كثير من الأفران، كثير من المحطات بسبب انعدام هذه المواد الأساسية أو الضرورية التي كان يحتاجها سكان مدينة تعز. كان الزفة الماء ب 12,000، الكيلو الطماط ب 1,000، يعني كان اللي قادر يشتري يأكل واللي مش قادر يموت جوع. يعني إحنا محاصرين بوطن غير وطننا. دمرنا الحوثيين، أهلكوا ونهاكوا حنا وقتلوا حنا وحرقوا حنا وحاصروا حنا حتى من مناسي شمابني نشربه. قصوا علينا من كل حاجة، منعوا عننا كل شيء، الغاز، مياه الشرب منعت، منعوا عننا الغذاء، منعوا عننا قد فترة حتى الملح غير موجود داخل المدينة، أكسجين غير موجود، حالة حرب، الناس يعني المدينة كانت تخلو من الظلمة، ما فيش كهرباء، الشر ظلام، يعني كنا نخرج المدينة يعني لا ترى شيء في المدينة، يعني المدينة خالية حتى من جميع المركبات، المدينة كانت خالية من جميع المركبات. ما وجد فيها، ما فيش أيضا البنزين، البترول كله منعدم، كان ما في نهائيا. فكانت حالة الرعب موجودة في المدينة أيضا، حتى يعني أنستنا ما موجود، يعني المستشفيات كلها مغلقة. 9 أشهر كانت مدينة تعز مدينة مغلقة. أستطيع القول أنه منذ 5 عصرا أو 6 مساء تصبح مدينة تعز مدينة لديها مفتاح واحد، هذا المفتاح بيد جماعة الحوثي. يوم بعد آخر والوضع يزداد تعقيداً، ولم تفلح الجهود المبذولة لكسر الحصار عبر المناطق الجبلية في رأب الصدع وتطبيب الجراح. فالأزمة المعيشية بلغت ذروتها، فأصبح الأمر مسألة حياة أو موت لدى السكان. استحدث سكان مدينة تعز ما يسمى بجبل طالوق. هذا الجبل كان يستخدم أيام المعبر، لكنه استخدم بشكل أكبر حين سيطرت جماعة الحوثي وقطعت خط الضباب وخط الربيعي المودي للحديدة. استخدم سكان مدينة تعز منطقة أو جبل طالوق الذي كان ينقل السكان من في 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 طريق ترابية وعرة وشاقة من منطقة الضباب وحتى وسط مدينة تعز يمرون عبر منطقة صبير. هنا أجبرت النساء والأطفال على تنفيذ مهمة العبور، خصوصا بعدما أصبحت حياة الرجال مرهونة برصاص قناص أو خلف قضبان المعتقلات.
طبعا كما تعلمون انه كان لا 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 يتوفر داخل المدينه حتى كيلو طماطم او كيلو بطاطا او اي من الاشياء الغذائيه، فكان يضطر طبعا الرجال اذا نزل يمكن ما يعودش، اعتقل تماما. اخر مره لم اتمكن من الدخول الا ان قمت بمساعده بعض الاسر حتى نستطيع المرور معهم، لانه كان ممنوع دخول لاصحاب العائله. المرأة هي التي كانت تقوم بأخذ الأشياء من منطقة برباشة، عندهم كان سياسة إنه بعد الساعة الرابعة أحياناً يعني مزاجياً يرفضوا إدخال أي شخص لداخل المدينة بما فيهم النساء. كان بعضهم بعض النساء يلجئن إلى النوم هنا في بعض العمارات المهجورة أو في المساجد بعيداً عن أسرهن. كعادتها لم تراعي ميليشيا صالح والحوثي عند معبر الدحي شرعا ولا عرفا ولا تقليدا، جعلت كل شيء مباحا أمامها، لم تراعي حرمة النساء ولا براءة الأطفال، لم يلن قلبها لمريض هده الألم ولا كبير أعياه طول الانتظار ليصل بها الأمر إلى ممارسة الضرب والتحرش والقتل في أغلب الأحيان. ارتكبت جماعة الحوثي عبر هذا المنفذ عديد من الانتهاكات ليس أكثرها القتل وليس أقلها التحرش الجنسي. رصدنا وقائع تحرش جنسي لعدد من النساء في هذا المنفر. إحدى النساء قالت كنت مار في الطريق، قابلني أحد مسلحي الحوثي، أبعد عني الخمار من وجهي، كشف شعر رأسي ووجهي وأصبحت بلا خمار أو حجاب. كانت هذه ممارسات مستفزة لسكان مدينة تعز. وكانت هناك امرأة حاملة للطحين البر حتى تعود إلى أطفالها، وكانت قد أغلقت على أطفالها، أطفالها يتضورون جوعا، لكنها كانت تستحلفهم في المعبر أن يسمحوا لها بالدخول حتى تستطيع أن تنقذ أطفالها فقط حتى بدون البر، لكنهم لم يسمحوا لها حتى جاء أذان المغرب، وهي لم تستطيع أيضا إيش تذهب. وبعد المغرب ذهبت أو سمحوا لها، أحدهم سمح لها بالدخول إلى المدينة، لكنهم مشت قليل وأصابوها بماذا؟ بإحدى الرصاصات، فلم تستطيع اللحاق لأطفالها. ونسمع أيضا أن أطفالها أغاروا عليهم الجيران وكسروا الأقفال وأخرجوا الأطفال، وأمهم جريحة في المستشفى لم تستطيع أو تتمكن أن تعطيهم العشاء ولن تستطيع اللحاق بهم. ثم بعد ذلك توفت هذه المرأة في المستشفى. امرأة مسنة تذهب لتأخذ قطمة رز لأبنائها الجوعاء، ثم تأتي إلى المعبر فينهرها الملشاوي الحوثي العفاشي، تمام، فينهرها فيدفع حتى تقع أرضا. هذه العجوزة المسنة ما همها، كانت خائف على القطمة، تحملت الجعدلة في الأرض والزبطة على بطنها وقعت على ظهرها، هي تدور القطمة حقها، القطمة لأنها ستعول بها أولادها في البيت. كيف كان مصير القطمة؟ أخرج الجنبية قطع القطمة سكبوا الأرض أمام عينيها. العجوز هذه المسنة لا يهمها أمر نفسها، هتقطع منها يد أو رجل بس دمر مع القطمة لأولادها. مع ذلك فك القطمة للأرض. إحدى النساء اسمها حنان عبد الحكيم علوان، كانت هذه المرأة ذاهبة إلى منطقة برباشة لاستلام مساعدات غذائية مقدمة برنامج الغذاء العالمي. عند الساعة 10 صباحا تقريبا في أحد الأيام من شهر بداية 2016 أرادت العبور إلى منطقة برباشا، وجه إليها أحد المسلحين بندقيته إلى رجلها، سقطت أرضا، أسعفت إلى مستشفى الثيرة إلى مستشفى الروضة عفوا. قابلناها هناك، استمعنا إليها واستمعنا إلى ذويها، ظلت في مع غياب ملحوظ الخدمات الطبية والكادر الطبي، ظلت يومين في المستشفى تنزف حتى فارقت الحياة بسبب هذه الطلقة.
هذه المرأة حنان هي وغيرها كثير من النساء التي تعرضنا للابتزاز، تعرضنا للمضايقات، تعرضنا للامتهان كرامة الإنسان في هذا المنفذ، منفذ الدحيح. تسعة أشهر كاملة عاشتها مدينة تعز تحت وطأة الحصار الخانق، تسعة أشهر مارست فيها ميليشيا الإنقلاب كل أعمالها الميليشياوية وعبثها بحق أبناء المدينة. ظهر من ذلك العبث أيسره واختفى عن الأنظار معظمه، كون الحصار المفروض كان مكتمل الأركان بما فيه حصارا إعلاميا ورصدا حقوقي. بحكم أن جماعة الحوثي مسيطرة عليه وعلى عدد من التباب التي تحيط به، كنا لا نستطيع أن نصل إلى هذا المعبر، والوصول إليه تعتبر مخاطرة، فاعتمدنا على عدد من الوسائل. في إحدى المرات ارتفعنا إلى إحدى المناطق وقمنا بالتصوير عبر كاميرات زوم، صورنا هذا المعبر. كان هنا مئات السكان، هؤلاء السكان كلهم يريدون الخروج إلى منطقة برباشا. شاهدنا هرق ومرق وإطلاق نار وحركة دؤوبة للسكان، والمسلحين يمنعونهم إما بالرصاص أو بالهراوات أو غيره. ظللنا نراقب هذه الحركة، كان كثير من السكان يهربون أثناء إطلاق النار ومحاولة المسلحين منعهم من التقدم أو العبور إلى منطقة برباشا. كانت هذه واحدة من الحوادث التي شاهدناها والتقطها عدسة الكاميرات التي نزلنا فيها نوثق أشكال الانتهاكات التي تمارس على هؤلاء السكان. وكان المصور أو الإعلامي أو الحقوقي لا يستطيع النزول من مسافة تقريبا 100 متر إلى هذا المعبر. كان هناك شح في المعلومات، لكننا من بعد ذلك تمكنا من الوصول إلى بعض المعلومات. يقال أن كثرة الضغط يولد الانفجار، وكنتيجة حتمية لحدة ذلك الحصار الخانق الذي أصبحت معه الحياة مستحيلة، انفجرت تعز كبركان ضد ذلك العمل الميليشياوي، أسفر عن تحرير معبر الدحي وتنفس الناس الصعداء. لكن التركة التي خلفتها الميليشيا كانت ثقيلة جدا، ربما لا تتسع المجلدات لحصرها، وما وثق منها من قبل الحقوقيين سوى قطرة من فيض بحر الألم. إحدى المنظمات في مدينة تعز وتحديدا منظمة سام رصدت 29 مقتل 29 مدني من سكان مدينة تعز في منفذ الدحي لوحده. كل هؤلاء قتلوا برصاص قناصة جماعة الحوثي المتمركزين إما على التباب المحيطة بالمنفذ أو المسلحين المتمركزين على أرضية المعبر. 311 حالة انتهاك في هذا المعبر، طبعا هي ليس كل الحالات، وإنما ما تمكننا من رصده أو ما تمكننا من توثيقه فقط. هناك 29 حالة قتل و 181 حالة إصابة، بالإضافة إلى أن هناك ما يقارب 25 حالة اختطاف وتعذيب. بقية الحالات كانت تشمل انتهاكات متعددة، منها النهب ممتلكات وتحرش بالنساء والضرب والاعتداء الجسدي. هذا العدد طبعا متواضع جدا إذا ما قورن بـ 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 بالضحايا الذين سقطوا، وكان كثير منهم لا يستطيع ذويهم إسعافهم إلى وسط مدينة تعز. نحن كمنظمات كنا نعمل وسط مدينة تعز، لا نستطيع العبور من هذا المنفذ والخروج إلى منطقة برباشا أو الخروج إلى ريف مدينة تعز. لذلك كان كثير من الضحايا يسعفوا إلى منطقة برباشا مثلا، مستشفى الكرامة أو مستشفى
مستوصف هنا في منطقة برباشة مستشفى الرياض، كنا لا نستطيع أن نوثقهم باعتبارهم خارج تحرك راصدي المنظمات. أضرار أخرى افتعلتها ميليشيا الانقلاب أو ساهمت في إحداثها بمحيط المعبر، أبرزها نهب المنازل والعبث بمحتوياتها، ومن سلمت من ذلك لم تسلم من نيران قذائف الأرض ولا صواريخ السماء. ذهبنا للبحث عمن دفنت أحلامهم تحت الركام، فلم نجد فيها إلا بقايا أطلال، وتركنا عدسة الكاميرا تحكي ما هو أبلغ من الكلام. ولدت بنت عز إلا في تئن وتبكي، ولا بيت من تعز الا في بآلام جروح. سبحان الله ونعم الوكيل، تعبتونا نفوض امرنا لله. ففي قصص كثيره جدا لا يمكن، لكن عبر عنها بان الجهات المسؤوله عن تعز يجب ان لا تنسي، وان يكون في نصب تذكاري لمعاناة الناس. هذه تذكرنا ليست لطائفة ضد طائفة أو ناس ضد ناس، لكن يعني تنبه الناس بأن لا يمروا بهذا الطريق أبدا. شايف كيف؟ إنه مر بفترة نظرا للجهل والتخلف و و و و إحنا بيوم من الأيام شوفوا المكان هذا كان يهان الإنسان ويدعس ويقتل ويموت وهو بحاجة ماسة إلى شغلة معينة، إلى أبسط مقوماته، سواء كان علاج أو ماء أو أكل أو دبة غاز. شوف، يجب أن يكون في نصب تذكاري، وهذا النصب التذكاري ليس للأحقاد وإنما للامتناع عن الدخول في مشاكل بهذا الشكل اللي تمر في البلاد، وأن الحروب هذه ما تقلب للويلات والدمار للناس بشكل عام. ما كادت مدينة تعز أن تبتهج فرحاً بتحرير معبر الدحي حتى باغتتها ميليشيا الحوثي وصالح بخطة حصار أكبر وأوسع حكمت من خلاله بالموت الجماعي لجميع سكان المدينة، تمثل بإغلاق جميع منافذ المدينة الرئيسية.